هذا صغير. Therefore, عادة الصغير يترافق مع الدنيا مع التنوع عدد المرات. تمام؟ ما بيجي واحد. Listen again. ما بيسوي بس ما هو صغير. ملاحظة على هامش النام تولي وجعلولة. ما في شيء اسمه مضاد سعال قبل السنتين. لا مركزي ولا مقشر. تمام؟ نشوف على كل مضاد سعال، مكولار، مولارات، فراكسين، مبارك جنوات، بروستام، موربير على بروستام وكل الدجل الطبي. بس مقشعات، مضادات سباب قبل السنتين، الواد غير قادر على التقشع. إذا تخليه يحل البلغم بصدره. شلون بده يطالعه؟ بالعكس بيختلف فيه. بقول لك أبو دكتور بس أعطيته بس سلع بتاعه. أخذت الأسماء صاين؟ والتاريخ سجل الأسماء. تمام يا زملاء، قديش لازم تكون؟ قبل سنتين ما في مضاد سعال. دكتور عم يسأل هي معضلتنا مع الأهل. عم يسأل إذا في التهاب يمكن أعطيه أنتيبيوتيك، يمكن أعطيه الزنزبيل، يمكن أعطيه صيفات شعرية، إذا قريب بنضف فمهم فوق. تمام بس مضاد سعال قبل سنتين لا ازماكس ولا لا شو بسموها مضادات الصبيضات لا تموكسيل وموكسيل هذا كله شو يا ويلي بفحص التخرج مال الدكتور دور وصلت قريبه ولد عمره ست سبع شهور لا سنه ولا سنتين بتبدي تحت سنتين بتبدي مضاد سعال ليش دكتور؟ هو غير قادر على التقشف تساوي بيرسوبا دكتور سالنا سؤال واحد بس هي كفريه ايش شو؟ مضاد سعال قبل سنتين ما في خلص البروسبير هذول العشريات يمكن نعطيهم استثناء بس ما في هذا شان اذا الامنا اذا فات كشيه كثير عشان ما تنقل كثير تركنا 90 تركنا تمام مضاد سعال قبل سنتين ما في العشريات لا فات ولا ضروا والدراسات الحديثه تقول بالعكس تطيل هلا جبنا دراسه من شهر تطيل فتره السعال شو هذول البروسبان والعسل وهذول الاستوجيل والمستوجيل مع السائل رغم انه غاليه وراء اللبلاب والمبلاب تمام كلها ما بتفي بس هذول اعطاها ليه ما في بيضر قد ما بيضر المقشع المقشع مصاب بسعال مركزي بيروح الولد مقشع بقتنع الولد تعب مقشعي له سعال بلغم بصدره ما عرف يطالع وين اطلع بستنشقه بضل بدايته بيعمل لي مشكله واضح؟ على الهامش ها مضادات سعال قبل سنتين مات يعني ولا بد ممكن تعمل رزاز حتى سيروم ملحي تمام؟ ما تفرجوا على الاجانب شباب صبايا بتقول لك وحده صبيه مقربه هو بدي ترسل لها بجنب النوم بتمسك قرنين مكيال بتحط لي هيك او انت هذا جهاز البخار بتبخر حالها بتفرج على افلام بتوب لما بقربوا شو ايش بيعملوا؟ ايش بيعملوا؟ بخار بس بخار تمام بفيد بشكل بشرة وبيعمل بخار يعني لما كل شيء بالبخار ما عاد بخليه يسوي جلسات بخار سكرانية بالنتية بخار ما عاد بين شغلات بخار لك جلسات بخار بشكل البشرة كذا وبفيد بايش أكثر شيء تريح الصدر لما واحد مرشح بخار هاي شو من الأم ما عندها جهاز بخار أغلي لي مي ليلية حطي فيها شوية مواد عطرية مثلا وراء زهورات وخلي الولاد يشموا تمام؟ هذا أفضل من 100 دواء ثاني، شو هو؟ تبخيرات التبخيرات التبخيرات كثير مفيدة نحن لما بنقرر كمان ما بتعملوها بتجيبوا شاشية بتحطوها فوق راسكم مع طن ربع ساعة بتخلص تمام؟ بالله ينصرفوا الشباب يعني يقفلوا الطاقة ماشي يا زملاء شو؟ تبخيرات كيف بتفيد؟ تعلموها ماشي؟ في اجهزه حتى هناك باوروبا بيبيعوها بيعطي بس بخار شو بيعطي؟ بخار بحطوا فيه مي بتسخن بيعطي بخار عشان الموضوع القريب طيب كمل Does Hassan have strong dogs? What? Why not? Shabab.
عنده خراخر حتى عنده؟ في حد ما كتب اسمه؟ A wheezing sound when breathing out. Therefore, we decided that the strider is a sound. قلنا نحن عنده خلاص ما عنده المهم شيء بشكل عام ما له صوت. أنا أنتوا عم تتنفسوا عم بسمع صوت تنفسكم عم بسمع صوت دمكم صوت تنفسكم ما عم بسمعه حدا عم بسمع صوت تنفس حدا؟ تنفس بشكل عام عملية فيزيولوجية ما بطلع صوت لما صير الشهيق وصوت هذا صار اسمه سترايدر أو صغير واضحة الفكرة؟ إذا نخبط فيها ليش؟ Exercises, processing breathing rate, chest inflowing, and striking. يا جماعة يوم السبت هناخد عليك شوية في الكلية عمل. It's important to know how long a child has been coughing. A chronic cough, lasting for more than 30 days, may be a sign of tuberculosis, asthma, or chronic cough. Determining whether a child has fast breathing is an important step in assessing a child will cough. Fast breathing is a sign of pneumonia. Count the number of breaths the child takes in 1 minute. أول شيء لحد درجات زي اللي نخش نعد. عدد مرات تنفس. The lungs become stiff. أول شيء شو لازم نعد؟ هلا نقول بعد ما نعد ايش لازم نعمل؟ من جل حب الزرق من فوق يا ولد ها؟ شو بنعمل له؟ شيء يبين عندي من فوق. يعني شوف الصدر. بنعد يا الشهيق يا الزفير، شو بنعد؟ واحد قديش بنعد؟ 6 ثواني نضرب 10 دقيقة كاملة بوقت دقيقة كاملة تمام؟ حديثين ولادي ما بقول عندي رقم 60 فوق 60 تسرع تنفس يعني زي درجة رطع ال 50 ال 5 سنين ال 40 بعدها ال 140 هدول أرقام هامة دكتور عنده تسرع تنفس بكره فحص تخرج شو عنده؟ تسرع تنفس بس نطول تذكرة عنده منافس طيب شو بتوقع؟ حديث الولادة يا 60 يا عمر 20 يوم يعني اذا بنحكي هلا محاضرتنا خلصنا حديث الولادة لسه ما خلصنا كل يوم سبتين مصريين مصريين جدا شعوري حديث الولادة يا 60 إذا حتى ما خلصنا من يونيو صرنا شهر في الحج جمعة يا جماعة طيب إذا حديثي الولادة قديش؟ 60 60 تسرع مع تسجيل الدرجة الأولى الرضع يا الخمسة السنة يا الخمسة شو معناتها الرضع يا عمر السنة؟ بيرضع بكره بتشوفوا بالأجنحة جناح حديثي الولادة جناح الرضع جناح الأطفال الأطفال فوق السنة الأطفال وجدنا من السنة الخمسة إلى 40 فوق الخمس سنين قال لنا تمام؟ إذا 60 50 40 حفظونا
60 50 40 شو بنعمل مع عدد مرات التنفس؟ بنعرف المنطقه ويكون ولد ساكن. ساكن في العربي نفس الفكره، شو معنى ساكن؟ يعني هيك. تمام؟ وعم يبكي بجعر، البكي وحده شو بيعمل؟ بسرع. بسرع مرات التنفس، خلينا نشوف شو عنده مرات، بجعر؟ If the child is aged 2 months up to 12 months, the child has fast breathing if you count 50 breaths per minute. If the child is aged 12 months up to 5 years, the child has fast breathing if you count 40 breaths per minute. The child who is exactly 12 months old has fast breathing if you counted 40 breaths per minute or more. We will now watch while the health worker counts the number of breaths this 7-month-old child takes in 1 minute. Look for the breathing movement anywhere on the child's chest or abdomen. If you are not able to see this movement easily, ask the mother to lift the child's shirt. The child should be calm when you watch the child's breathing. If the child starts to cry or becomes upset, ask the mother to calm the child again before counting. The health worker gets out of the way to start counting the number of breaths in 1 minute. Select an area on the child's chest where you can see breathing movement. Prepare to start counting. Start counting now. استنوا يا زملاء، خلوني ساعاتكم، يلا نشوفكم تعدوا. Start counting. تقول حطوا العدادات، موبايلاتكم كلها في عداد. بس انا بدينا نشوف تعدوا، تمام؟ ما نقول لي رام، ها كلمي نشوف. ما بدي اسالكم، كلمي نشوف الرام بعدين، يعني صح بيعرف يعد ولا لا؟ يا تعدوا الشهيق يا زفير، يا طلعت الصدور يا دخلتوا، ها؟ وتعدوا الدخله والطلعه. تمام؟ يعني مره تعبوا بالصلاه يا زملاء. صلاني صلاني، قول إذا احنا كنا مرضينا تكون هارف جايين صوتيين اكثر، فليش انتم ما بتبقوا صوتيين؟ تعيروا بالصوتيين؟ نروح على كلية الآداب ومعنا صوتيين. طيب اعتدوا ولا لا؟ جاهزين؟ يلا بسألكم ابدا باللغة الإنجليزية ستارت ستارت. Prepare to start counting. Start counting now. The health worker counted 90 breaths per minute.
Since the child is 7 years old. قارن الأم هو أكيد هو البيبي والولد عمره هو رضيع عنده تسرع تنفس ولا ما عنده؟ This child has chest in drawing. شو معنى تسحب الضلع؟ يعني استخدام العضلات التنفسية المساعدة. عم بستخدم ولا ما عم بستخدم؟ عم بزعب ولا ما عنده؟ بستخدم الوربية. بسحب ولا ما زعب؟ You must know when the child is breathing in. When the child breathes in, the upper chest and abdomen move out. Breathing in, breathing out. In, breathing out. Breathing in. This is a healthy child with normal breathing. When the child breathes in, the upper chest and abdomen move out. The lower chest also moves out. الولد حسين جيبه ولا تعبان؟ بس؟ This child has chest in drawer. بس عم بستعمل عضلات مساعدة شوف عم الخمس تحت. تمام؟ اطلع من خمس تحت بس عم طلع شوي في عم الخمس. عم بستعمل عضلات مساعدة. النفس بحب زيادة وعلى الأحيان بتنفس بتضيع مثلا تلاقي نفس. حدا بحس بنفسه شيء؟ بتعب شيء؟ chest يعني بتقولي ما في لك ثلاث ساعات بتنفس كم نفس ولا حيس تمام اول شيء هلا اذا بتحسن تجيبوا لنا الولاد وتشوفوا قد مرات تنفسوا كمان ولو يسكتوا يصيروا ونجيب لنا سماعه دكتور بيخاف من الصدريه البيضاء بيخاف منها When the child breathes in, the upper chest and abdomen out. Now, look for these movements in some children. واضحة؟ This child has chest in drawing. عنده ولا ما عنده؟ The lower chest goes back. في شيء طالع برا وفي شيء أثناء ولا بيدخل جوا برا الصورة. هذا إيش رأيكم؟ This child has chest in drawing. Chest in drawing is only significant if it is present all the time and definitely visible. This child is breastfeeding. It will see chest in form, only if it is sick or trying to feed, but not when resting peacefully. Do not call it chest in drawing. This child only has chest in drawing when feeding. Therefore, we would not call it chest in drawing. Next, look and listen for smile. Stridor is a harsh noise made when the child is breathing in. It sounds like this. أشوف الصرير والأنين سمعينهم هذول طحة والأنين هذا صرير واحد. This child
that strongly. يا جماعة باش هتميزوا بين العين عب عين الولد. تمام؟ طحة. كان واحد في الطيارة طالع درجة عمره 90 سنة. تمام؟ الصغير هو التنفس المصور. الشهيق المصور. الشهيق المصور. شهيق مصور. هذا نشوفه بالجروب الحجري نحكيها الله وصل هذا. بينما الوزيز بنسمعه مع الزفير. الزفير ما عايش بنسمعه؟ الوزيز مع الزفير. الصرير تنفس شوفوه بضرب شده كثير الجروب الفجر واضح؟ صرير هو تنفس شهيق مصور. الصرير كمان يعتمد على الزله؟ طبعا طبعا الصرير اني هذا درجات زله. اصلا اذا ما معه صرير يكون ما جابه. تمام بس نعم ما عصرنا نفسه هون بس يعتبر بدنا على تصنيف نعم هون موجود امين؟ أعطوها كرسي كبروك يا عمر مرة ثانية هي اليسرى تفضل يا سيدي دو ما طلع ولد يسرى تنفس درجة الأولى درجة الثانية سحب أضلاع الأمعاء درجة الثالثة طحة القنين درجة الرابعة زرافة مركزية أي علامات عصبية أو توقف الدرجة الأولى والثانية شو مثلها؟ الثالثة رابعة حياة الولد هاي يكون تنفس يا ابنة يا جماعة العناية المشددة لا تعني تقول الإنسان بس الواقف بس هو مريض ربو لما ما بتحسن وعنده زلة درجة ثالثة بيحطوا على المنفس يحسن بتحسن المريض بيحطوا على المنفس تمام؟ واضح؟ قديش عدد مرات تنفس طبيعية؟ عن حديث الولادة؟ أقل من 60 يعني جزء طاقة كبيرة في ما في الجبل، تكون فوق 60 قديش عدد الرضيع؟ يا 50 فوق الخمس سنين؟ 40 فينا ننساهم؟ طب إذا حسونا دول في المحاضرة شو كفتي يعني؟ تمام؟ إيش تعريف الصرير؟ تنفس صوت شهيق شهيق مصوت الوزير وين بيسمعوا؟ الزفير مع الزفير تنفسوا بين الشهيق وبين الزفير الشيء بيسمعوا مع الشهيق اسمه صرير الشيء بيسمعوا مع الزفير هو وزير او فقط الزفير او لا واضحة؟ نتعلم عدة مرات تنفس اكثر بناخذ تمارين عمل تمارين كثيره الصغير شو هو؟ صوت شهيق. فيه ولا ما فيه؟ هو الصغير كيف هو في الإنجليزي؟ سترايدر اسمعوا Sometimes you will hear a wet noise if the nose is blocked. في صرير في عنده؟ Clear the nose and listen again. Or you may hear other noises when the child breathes out, such as wheezing. عنده زلة ولا ما عنده فحمون؟ وافضل. يسحب عنده ولا ما عنده فحمون؟ These are not stridor. في صرير؟ A child is not very ill. Is there another there? Only when the child is crying. Is there another there? These are not strong. No, I'm just not. A child who is not very ill will have strong only when the child is crying or upset. So be sure to look and listen for strong
only when the child is calm. That completes the assessment for cough or difficult breathing. Several who have a simple cold or other respiratory noises. We will be assessing four children. Here is the first child. His name is Petty. Look and listen to his breathing. Does Petty have stridor? Here is the third child. His name is Simba. Look and listen. His name is Simba. Look and listen to his breathing. Does Simba have stridor? Thank you.
في صريف.